اهلا بيكم في كورس اساسيات البرمجه مع المهندس شريف الديب. اتعلمنا من اول الكورس الفاريبلز، وتعلمنا ازاي نسند قيمه او نعرف فاريبل جديد ونسند له قيمه، وتعرفنا على انواع المتغيرات، اخذنا الاريز والمابس والسترينج والنمبر، وبعدين اخذنا البوليان. قلنا البوليان ده اللي هو ترو او فولس، يعني او لا. اتعلمنا الفانكشنز والكونديشنز، اتعلمنا الايف ستيتمنت بالطريقتين، الطريقة المختصرة والطريقة التقليدية، وتعلمنا الفانكشنز، وتعلمنا اتكلمنا عن الاي بي اي، وهي وسيلة التواصل ما بين الابليكيشن بتاعك واي ابليكيشن تاني. وافكركم كده، الفانكشن كنا بنعرفها ازاي، كنا بنكتب كلمة فانكشن وبعدين بنختار اسم الفانكشن ونختار البارامترات اللي انت هتستخدمها جوه. دي متغيرات بس بتستخدم جوه الفانكشن، متغيرات عادية خالص زي اي فاريبل بس بتستخدم جوه الفانكشن فقط. في الاخر الفانكشن دي بتريترن فاليو معين، لما بحب استخدم الفانكشن يدوب بس بكتب اسم الفانكشن وببرر لها القيم اللي انا عاوزها، يبقى بالتالي الفانكشن دي هيحسب لي الفاليو دي في الاخر، هيستخدم طبعا البارامترات دي ويكتب شوية اكواد، وفي الاخر هيديني فاليو معينة. يبقى الفانكشن نيم دي في الاخر هتديني فاليو. وبعدين اتكلمنا كمان عن الاوبريشنز، وده ملخص الاوبريشنز العمليات الحسابية، الضرب والقسمة والجمع والطرح وباقي القسمة. واتكلمنا عن اولويات العمليات الحسابية اللي انت خلاص بقيت حافظها دلوقتي، الضرب والقسمة الاول وبعدين الجمع والطرح وباقي القسمة، وانت عارف اكيد ان اللي ما بين الاقواس بيسبق كل دول. اتكلمنا عن المقارنة دي كده يعني and or not، واتكلمنا عن برضو بقية المقارنة، اكبر من واصغر من، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي. واتكلمنا عن الفرق ما بين التلات علامات دول، علامة equal دي معناها اسناد قيمة، يعني بقول مثلا اكس بيساوي واحد يبقى انا بقول له خلي اكس بتساوي واحد، العلامة دي معناها سؤال هل اكس بقى بتساوي واحد، العلامة دي شبه اللي قبلها برضو هل اكس بتساوي واحد، ولكن بقارن ما بين القيمة والنوع. الايف ستيتمنت قلنا ان انا بكتب ايف وبعدين ما بين قوسين بكتب الكونديشن بتاعي، لو الكونديشن ده اتحقق هينفذ لي الكود ده، وبعدين ايلس اف لو الكونديشن التاني ده اتحقق هينفذ لي الكود التاني، لو ولا واحد فيهم اتحقق يبقى هقول له ايلس نفذ كود 3. دي الطريقه المختصره اللي قلنا اسمها الاوبريتور الثلاثي او تيرنري اوبريتور. بكتب كونديشن 1 وبعدين علامه استفهام، دي معناها زي اف بالظبط، فلو ده اتحقق هينفذ كود الكود الاولاني، لو ما اتحققش فهساله هل الكونديشن 2 اتحقق، لو يبقى هينفذ الكود الثاني، لو لا يبقى هينفذ الكود الثالث. ده هو ده تمام. فده كده كاني ايه بقول له اف، علامه الاستفهام دي على طول يعني اف، وعلامه النقطتين دول يعني ايلس، فبقول له اف اف ايه بقى، اف الكونديشن ده اتحقق يبقى هينفذ الكود ده، ايلس كأني هنا قلت له ايلس اهو، ناخدها واحده واحده، ده اف هنا كأني قلت له ايلس، وبعدين بقى في كونديشن تاني يبقى ايلس اف الكونديشن 2 اتحقق يبقى هتنفذ لي كود 2، وبعدين في هنا علامه ايلس هتنفذ لي كود 3. خلاص يبقى دي الطريقه المختصره للكلام ده. المره دي بقى هنتكلم في حاجه مهمه، فاكرين الاريز؟ تعالوا كده افكركم فيها. لو انا قلت له مثلا var persons يساوي، فاكرين احنا الاري عباره عن مجموعه من العناصر بكتبهم كده ورا بعض وبفصل ما بين كل عنصر والتاني بكما، وبحطهم ما بين قوسين اللي هم المربعين دول. مثلا عندي علي واحمد وسلمى، دي امثله بفصل ما بينهم بكومة، وطبعا لان دول سترينجز فاحنا خلاص عرفنا ان المفروض احطهم ما بين كوتيشن مارك، سواء دبل كوتيشن مارك او سنجل كوتيشن مارك مش فارقه، المهم ان هم محطوطين ما بين كوتيشن مارك. لو انا شلت الكوتيشن مارك دي ايه اللي هيحصل؟ هيعتبر ان ده متغير، يعني انا لو كتبته بالشكل ده هيعمل ايه؟ هيعتبر ان علي ده يبقى متغير، يبقى هيشيله ويحط قيمته. هل انا عرفت متغير اسمه علي؟ يعني هل انا جيت قلت له فار علي في اي مكان؟ لا، فبالتالي ما فيش متغير اسمه علي، فده هيديني ايرور. انا كنت بكتب كده في الاول خالص قبل ما نتعلم السترينجز وكان الكلام ده غلط. دلوقتي خلاص انت فاهم ان الفرق ما بين السترينج العادي والفاريبل، ان السترينج العادي بحطه ما بين كوتيشن مارك، الفاريبل لو ما حطيتوش ما بين كوتيشن مارك بيعتبره كانه فاريبل،
نمسح بقى الكلام الغلط ده ونشتغل بقى في الصح من دلوقتي. خلاص انا عندي كده الري عبارة عن 3 عناصر، كل عنصر فيهم عبارة عن شخص. عايز نعمل حلقة تكرارية جوه اللوب ده، جوه الاري ده. قلنا الحلقة التكرارية اسمها لوب. جوه اللوب بعمل مجموعة اتريشنز، واتكلمنا طبعا عن اللوب او الاتريشن، وفهمنا ان اللوب اني باخد عنصر عنصر من جوه الاري، بنفذ فيه مجموعة عمليات، لما بخلص بدخل على العنصر اللي بعده، ولما بخلص بدخل على العنصر اللي بعده. بس عايزين ناخد الكلام ده بقى ايه عملي شوية. في اغلب لغات البرمجة عملية اللوبينج دي او الحلقة التكرارية بتحصل بثلاث طرق مهمة: طريقة while، وطريقة for، وطريقة for each. طبعا الكلام ده ما بيبقاش موحد في كل لغات البرمجة، ولكن يعني الثلاث طرق دول almost مشتركين في لغات البرمجة كلهم، بيشتغلوا بنفس الطريقة تقريبا. مش دول الطرق الوحيدة، لكن دول اللي لو فهمتهم هتقدر تفهم اي طريقة تانية من غير اي مجهود. نبدأ بوايل عشان دي اسهل واحدة فيهم من حيث الاكواد. يعني وايل بتاخد كونديشن، وبعدين الكود اللي هتنفذه. يبقى في حالة تحقق، طول ما الكونديشن ده متحقق هينفذ الكود ده، اول ما يبطل يتحقق هيوقف. تفتكر ان الصيغة دي تشبه قوي قاعدة if؟ كنا بنقول if condition نفذ الكود، صح؟ مش كنا بنقول كده if لو الكونديشن ده اتحقق نفذ الكود. لكن وايل تختلف عن if، ان ممكن ان كل ما الكود طول ما الكونديشن ده متحقق هينفذه، وبعدين يرجع ينفذه تاني، وبعدين ينفذه تاني، لغاية ما الكونديشن يدي لك فولس في الاخر هيوقف. لكن if هنا بيستخدم مرة واحدة. تعال ناخد مثال. قلنا مثلا var in بيساوي 3. هنا انا عملت declaration لvariable جديد اسمه in، يعني عرفت variable جديد، وهنا عملت assignment يعني اسندت له قيمة، قلت له ان in بيساوي 3، واستخدمت يساوي 1 عشان انا بسند قيمة. طب هقول له while لو in اكبر من 0، فاكرين الفانكشن اللي كان اسمها لوج فانكشن؟ انا ما اديتكمش البادي بتاعها، وقلت لك ان انت ممكن تستخدم الفانكشن من غير ما تعرف تفاصيلها بس تبقى عارف اسمها. فتخيلوا ان انا عملت فانكشن اسمها لوج. الفانكشن دي هتكتب لي بس قيمه ان، او تعالوا ايه نكتب الكلام ده في سطر لوحده. بعد لما بخلص هقفل القوس بتاعنا، انا كنت فاتح قوس هنا فهقفله هنا. وده كده بالنسبة لي while. طول ما ان اكبر من زيرو هيكتب ان. طب ما ان هتفضل طول عمرها اكبر من زيرو، ما انا ما غيرتش في قيمة ان. يبقى دي هتديني حلقة تكرارية لا نهائية، او infinite looping. انما انا لازم اغير في قيمة ان، انا عايز بقى كل مرة هنقص من ان واحد لغاية ما ان توصل لزيرو ويقف. يبقى هنقص من ان واحد بكتبها ازاي؟ فاكرين لما كنا بنقول ان ان بيساوي ان ناقص واحد، وبعدين قلنا ان لها اختصار ان ان ماينس يساوي واحد، يعني انا هنزل من ان قيمة واحد. وبعدين قلنا لو الاوبرند ده يبقى بيساوي واحد، فممكن نكتبه كده ان ماينس ماينس التلاتة هيدوني نفس النتيجة. وطبعا قلنا ممكن تكتب ماينس ماينس ان كمان، الاربعة هيدوني نفس النتيجة. قلنا ايه الفرق ما بين دي وما بين ده، ما شغلناش دلوقتي. الاربع طرق دول هيدونا نفس. نشوف انه طريقة انت فاهمها اكتر. لو انت فاهمهم كلهم يبقى ايه هناخد الطريقة المختصرة دي. ان ماينس ماينس دي معناها ان بيساوي ان ناقص واحد. فهيعمل ايه بقى؟ طبعا انا لو وايل دي كانت اف كانت هتتنفذ مرة واحدة ويكتب لوج ان مرة واحدة وخلاص. لكن عشان هي وايل، فبعد ما هيخلص هيرجع تاني يتشيك على الكونديشن ده تاني، وينفذ البادي ده تاني. لما يخلص هيرجع من الاول يتشيك على الكونديشن وينفذ تاني. طول ما ان اكبر من زيرو هينفذ. طيب تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل.
اول حاجه هيدخل يقول لي while n اكبر من 0، هل n اكبر من 0؟ اه، لان ب 3، يبقى هيلوج n وبعدين ينقص منها 1، هتبقى ال n ب 2، فهيرجع يتشيك تاني ان دلوقتي بقت بكام، بقت ب 2، فهل n اكبر من 0؟ اه، يبقى هيلوج n، يعني هيكتبها على الشاشه وبعدين ينقص منها 1، بقت n ب 1، فيرجع تاني هل n اكبر من 0؟ اه، n ب 1 يعني اكبر من 0، فهينفذ الفانكشن دي وبعدين ينقص 1، بقت n ب 0، فيرجع تاني يتشيك هل n اكبر من 0؟ لا، خلاص هيقف. يبقى هو هينفذ الكود ده كام مره؟ مره عشان n ب 3 وبعدين ب 2 وبعدين ب 1، هيبقى هينفذ الكود ده 3 مرات. دي اسمها حلقه تكراريه. حلقه تكراريه يعني انا عايز انفذ نفس الكود كذا مره. عندنا بقى حاجه اسمها فور، وفور دي بتاخد 3 بارامترات، واحد اسمه ستارت، وبعدين الكونديشن، وبعدين الستيب، وبرده ما بين قوسين كده هكتب الاكواد. يبقى الكود ده هيفضل يتنفذ طول ما الكونديشن ده متحقق. الستارت هي البدايه بتاعتي، فده مجرد بس بعرف متغير، هنقول مثلا var i بيساوي 0، يبقى انا ببدأ عند i بتساوي 0. يبقى انا لو جيت هنا قلت له اكتب لي قيمة i في اول حلقة هيكتب كام؟ هيكتب واحد، لان 0 اسف، لان i بقت ب 0، يبقى انا حددت له قيمة ال i. انا مجرد بس بعرف متغير ده كاونتر ببدأ بيه، فانا قلت له ابدأ لي عند لما ال i بتساوي 0. طب اللفة التانية هتبقى الاي بكام؟ دي لازم احددها في الستيب، هقول له مثلا اي بلس بلس. فاكرين يعني ايه اي بلس بلس؟ يعني اي بيساوي اي زائد 1، يبقى انا كل مره بزود على اي 1، يبقى اللفه الثانيه هتبقى اي بكام؟ ب 1، اللي بعدها هتبقى ب 2، اللي بعدها ب 3. طب لو انا قلت له ان اي بقت بتساوي اي زائد 2، يبقى في اول لفه كانت الاي ب 0، في اللفه الثانيه هتبقى بكام؟ ب 2، في اللي بعدها هتبقى ب 4، وهكذا. يعني انا بقول له كل مره هتزود اي بكام. طيب الكونديشن، طول ما الكونديشن ده متحقق هيفضل شغال في اللوب، اول ما الكونديشن ما يتحققش هيوقف اللوب. فانا هقول له مثلا ان طول ما اي اصغر من 3، خلينا ايه ناخد ارقام صغيره عشان نشرح بالتفصيل. يبقى الكلام ده معناه ايه بقى؟ بقول له بص يا معلم، انت اعتبر لي ان في متغير كاونتر عندك، العداد بتاعنا بيساوي 0. احنا دايما في البرمجه بنبدا العد من 0 مش من 1 زي ما انت متعود في الماث. فبقول له اعتبر ان انا عندي متغير اسمه 0، كل مره هتمشيه هتزوده بمقدار 1 لغايه ما يوصل لـ3. طول ما هو اقل من 3 هتنفذ الاكواد دي، اول ما يبقى ما يبقاش اقل من 3 الحلقه هتقف. تعالوا بقى ناخد الكلام ده كمثال، هقول فور var i بيساوي 0، ده العداد بتاعنا، وخد بالك احنا بنفصل ما بينهم بسيمي كولون، اللي هي هتلاقيها في الكيبورد في الصف اللي في النص على ايدك اليمين خالص، اللي هي بعد زرار انتر اللي في النص ده بحرفين، عند حرف الكاف كده بالعربي. فقلنا المتغير او الكاونتر بتاعنا عرفناه، قلنا البدايه بتاعته ب 0، طبعا انت ممكن تبدا باي رقم يعجبك بس عاده لو ما فيش سبب ابدا ب 0. وبعدين الكونديشن بتاعنا قلنا طول ما اي اقل من 3 وبزود اي بمقدار 1، معناها ان الكود ده، الكود مثلا لوج اي، معناها الكود ده هيتنفذ كام مره؟ اولا لما تبقى اي ب 0، بعد كده اي هتزيد 1 هتبقى ب 1، بعد كده هتبقى ب 2، بعد كده لما هتبقى ب 3 يبقى الشرط ده ما يتحققش. هو بيقول لي لو اي اقل من 3، لو هي بتساوي 3 يبقى الشرط ده ما يتحققش. يبقى الكود ده هيتنفذ كام مره؟ 3 مرات، تمام. في كل مره هيروح ينفذ الكود ده. تعالوا بقى ايه، هنكتب نفسه هو بس انا مجرد بس ايه غيرت. هل انا محتاج زي في الوايل ان انا اغير قيمه الكاونتر بتاعي؟ لا مش محتاج. ليه؟ لان هو بيتغير هنا، يعني انا مش محتاج اجي اقول له اي بلس بلس. ليه؟ لان هو اوريدي بيزيد هنا. طب لو انا كتبت اي بلس بلس بالغلط ايه اللي هيحصل؟
في كل مرة أول ما هيدخل على الـ iteration بتاعنا أو الحلقة بتاعتنا هيزود اي بواحد، ولما هيخلص هيزود اي مرة تانية بواحد، يبقى الاي بتزيد مرتين. يبقى أنا يا إما أخلي دي يا إما أخلي دي. ينفع على فكرة أشيل ده وأخلي دي تبقى شبه الوايل كده بالظبط، وينفع ألغي دي وأخلي دي. يعني أنا بستخدم واحدة وأخلي التانية، يعني بستخدم واحدة، واحدة بس بتغني عن التانية. تمام. في طريقة تالتة اللي هي 4H، دي بدخله الأري على طول. فاكرين الأري بتاعتي اللي هي بيرسونز، اللي هي بيرسونز وكان جواها تلات عناصر تلات أشخاص، دي الأري. فأنا بدخله الأري بتاعتي على طول بيرسونز، دي بقى بتختلف من لغة برمجة للتانية. يعني ساعات بيقول لي as person وبعدين هقول له log person. معناه ايه بقى الكلام ده؟ يبقى انا لكل كل عنصر من عناصر ال persons هسميه person، متغير اسمه person، فهت log person. يبقى في اللفة الأولى كان لو نفتكر persons كانت ايه، علي واحمد وسلمى، طبعا مكتوبين ما بين كوتيشن ماركس يعني اهو، دي البيرسونز. ففي اللفه الاولى كان بيرسون بيساوي علي، يبقى هيلوج علي، هيكتب علي. في اللفه الثانيه دخل بقى العنصر اللي بعده، يبقى البيرسون هنا كان بقى اسمه ايه، بقى اسمه احمد، يبقى اما اقول له لوج بيرسون هيكتب لي احمد. في اللفه الثالثه هيبقى البيرسون كنت بتساوي سلمى، يبقى في اللفة التالتة هيكتب سلمى. تمام. الصيغة دي بتختلف من لغة برمجة للتانية. في لغات مثلا يقول لك 4H، حتى كلمة 4H طريقتها بتتكتب. في لغات بتكتب مثلا 4H كده تبقى حساسة لحالة الأحرف، في لغات لأ فبتكتب 4H كده، في لغات لازم تسيب مسافة 4H مثلا كده، حاجة كده. يعني أنا خدت إيه مثال منهم كصيغة، لكن انت لما بتدخل في لغة برمجة محددة اكيد هتبقى عارف السينتاكس المظبوط. فاقول 4H مثلا، ممكن اقول person of persons ونفس الكود بالظبط. يعني الكلام ده هو شبه ده، يعني لما بقوله persons as person يعني كل عنصر من عناصر person persons as person، يعني هيبقى ايه، تديله اسم بيرسون او تسنده المتغير اسمه بيرسون. وهنا نفس الكلام لكل بيرسون من عناصر البيرسونز. تمام. هتديله قيمة. كل اللوب دي، كل لفة في اللوب اسمها iteration. يعني انا هنا عملت كام iteration؟ عملت 3 iteration في اللوب الواحدة. انا عملت 3 لفات في الحلقة التكرارية الواحدة. مش عارف بقى اذا كان الدرس وصل ولا لا، فتعالوا كده نراجع بسرعه عشان نتاكد انه وصل. احنا بناخد اللوبينج او الايتريشن، وقلنا ان دي عباره عن حلقه تكراريه جوه مصفوفه، باخد كل عنصر انفذ فيه مجموعه عمليات، وبعدين لما بخلص باخد العنصر اللي بعده وهكذا. فاخدنا 3 طرق، هي وايل وفور وفور اتش. وايل شبه اف بالظبط، حتى بتاخد نفس الفورم وايل كونديشن، هتحقق كود معين، ولكن الفرق بينها وبين اف انه بعد لما بيخلص بيرجع يتشيك تاني على الكود. طول ما الكود ده متحقق هيرجع ينفذ تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، يبقى عمال ايه يكرر الحركة التكرارية بتاعتي. امتى بيقف؟ لما الكونديشن ده ما بيتحققش. فور دي بتاخد 3 اجزاء، الستارت والكونديشن والستيب، وبعدين برضو الاكواد دي بتتحقق عادي. الستارت ده عبارة عن متغير بديله اي قيمة ابتدائية، وليكن مثلا اي بتساوي زيرو، وبعدين بديله خطوات معينة. يعني كل مرة مع كل اتريشن جديد او مع كل لفة جديدة زود لي اي بواحد. وهنا الكونديشن اللي بتحقق، فبقول له مثلا طول ما اي اقل من 3 هينفذ الكود ده، لو اي ما بقتش اقل من 3 هيقف. خد بالك ان انا لازم اتاكد في كل حلقه تكراريه
لازم افكر ايه امتى الكود بتاعي هيقف. يعني ما ينفعش تعمل حلقة تكرارية لا نهائية لان ده هيخلي الابليكيشن يهنج. لازم تفكر امتى الكود بتاعك يقف. يعني لو انا ما كتبتش كونديشن مثلا او كتبت كونديشن مش مظبوط، هيخلي الحلقة تكرارية تفضل شغالة الى ما لا نهاية، فده طبعا هيهنج الابليكيشن. وقلنا فور اتش persons as person، بالتالي البيرسون دي كل مرة بتعبر عن عنصر من عناصر الاري، وساعات بكتبها كده for each person of persons. دي اختلافات يعني لغات برمجة، لكن كلهم في الاخر بيدوني نفس النتيجة. طيب حاجة بقى مهمة جدا، keyword اسمها continue و keyword اسمها break. continue بتخليني اطنش العنصر الحالي او اللفة الحالية وادخل على طول على اللي بعدها. break بيطلعني خالص برا الحلقة التكرارية. تعالوا كده نشوف ازاي. لو انا قلت له while عندي مثلا متغير ان بتساوي 10 مثلا، او خليها ايه بتساوي 0، ان بتساوي 0، فهقول له while طول ما ان اقل من 10 هيفضل الكود ده يتنفذ. فهاجي هنا هقول له log in، يبقى هيكتب لي قيمة ان. انا عايز بقى اغير ال n، فهقول له n بلس بلس. على فكرة كان ممكن اكتب ال n بلس بلس دي هنا، يعني اكتب له كده log n بلس بلس، تمام؟ يعني هتلوج ان، سوري هكتبها كده افضل، هتلوج ان وتزود قيمتها بواحد. طب لو كتبتها كده برضه هيلوج انه يزود قيمتها بواحد، ولكن الفرق ما بينهم هو هيلوج الاول ولا يزود القيمة الاول. يعني لو ان بواحد مثلا هيلوج واحد وبعدين تبقى الان باتنين، ولا هيخلي ان باتنين ويلوج بقى الرقم اتنين. اللوج دي اللي هي فانكشن بتكتب الحاجة اللي انا بديها لها على الشاشة قدام. يعني فانكشن ما بتعملش حاجة غير انها بتكتب بس الكلام ده على الشاشة، تمام؟ الكلام ده احنا خدناه بالتفصيل المرة اللي فاتت، فمش هتكلم عنه تاني، وهو يعني مش موضوعنا دلوقتي فمش هركز عليه. انا هكتبها ايه بالطريقة العادية التقليدية كده، ان هكتب log in وبعدين ازود على ال n واحد. ممكن اقول له بقى if بالمرة، بنراجع على الكونديشن. لو قلت له n بتساوي 5 continue، وممكن اقول له else if n بتساوي 7 break. ايه بقى اللي هيحصل بقى؟ ايه تأثير استخدام الكونتينيو والبريك؟ في كل مرة هيكتب ان، تعال نشوف ان بزيرو، هقول له هنا وايل ان اقل من 10، هل ان اقل من 10؟ اه، يبقى هيكتب زيرو وبعدين يزود على ان واحد، بقت ان دلوقتي بتساوي واحد. اف ان بتساوي 5، هل ان بخمسة؟ لا. قلت اف ان بتساوي 7، هل ان بسبعة؟ لا. هيطنش، يبقى هيرجع يتشيك تاني. فبقول له وايل ان اقل من 10، ان دلوقتي بكام؟ بواحد. هيكتب واحد وبعدين يزود على ان واحد، بقت اتنين، يبقى لان دلوقتي بتساوي اتنين، ما هياش بخمسه وما هياش بسبعه، يبقى مش هينفذ ده ولا ينفذ ده. وبعدين يزود على ان واحد، بقت ان دلوقتي باتنين. هل ان اقل من 10؟ اه. هيكتب اتنين وبعدين يزود عليها واحد، بقت بتلاته. ان مش بخمسه ولا بسبعه، هيطنش دول وبعدين يرجع تاني. ان دلوقتي بقت بتلاتة، اقل من 10؟ اه، يبقى هيكتب تلاتة ويزود واحد، بقت باربعة. ما هياش بخمسة ولا بسبعة، خلاص مش هينفذ ده ولا ينفذ ده، يرجع تاني. هل ان اقل من 10؟ اه. ان باربعة، وبعدين لوج ان هيكتب خمسة. ان بلس بلس، بقت ان بستة، زود واحد على ان، سوري ان كان باربعة، لما زود واحد بقت بخمسة. فهقول له هل ان بتساوي خمسة؟ اه. يبقى الشرط ده اتحقق، يبقى هينفذ الكونتينيو. الكونتينيو ده بقى بيعمل ايه؟ بيطنش اي سطر تحت منه ويدخل على طول على الحلقة اللي بعدها. تعالوا كده نخلي اللوج ده، نحنقل بس اللوج ده هنا.
لو ان بقى بتساوي 5، خلاص ان هنا كانت ب4 زودنا واحد بقت ب5، رحت قايل له كونتينيو، يبقى كل اللي تحته ده، كل اللي تحته ده كده مش هيتنفذ، يبقى مش هينفذ اللوج، هيطنش ويدخل على طول على اللي بعدها. بقت ان بكام؟ انا دلوقتي ان ب5، ما نفذش، ما بصش على كل الاكواد اللي تحت، راح طالع تاني بقت بان ب5. هل ان اقل من 10؟ اه، هيزود عليها واحد بقت ب6. طبعا ان مش ب5 خلاص، فمش هيعمل كونتينيو، مش ب7 كمان، يبقى هيلوج 6. تمام، يقوم طالع راجع تاني. ان اقل من 10؟ اه، هيزود عليها واحد بقت ان ب7. اف ان ب5 مش مظبوط، مش هيتنفذ. إلس اف ان ب7، اه ال ان ب7، فهيعمل بريك. بريك ده خلاص، وقف بقى الحلقة التكرارية عن هنا، خلاص مش هيرجع ياخد اللفة دي تاني. يبقى نتيجة الكلام ده ايه؟ اللوج ده هيتنفذ ازاي؟ انا اول ان كانت بزيرو، هيجي هنا هقول له زود على ان واحد، وبعدين التشيك ده مش هيتحقق، التشيك ده مش هيتحقق، وبعدين هيلوج ان، الان دلوقتي بكام؟ بواحد. تمام، طب ليه ما بدأش ان بزيرو؟ لان انا قلت له زود على ان واحد قبل اللوج. وبعدين ان لما هتبقى بواحد هيرجع تاني وهيزود عليها واحد، هتبقى باتنين، وبعدين تلاتة، وبعدين اربعة، وبعدين هيجي عند 5. تمام، هيزود على ان واحد بقت ب6، او كانت ب4 هيزود على ان واحد بقت ب5، فالسطر ده هيتحقق. فهقول له كونتينيو، معناها ايه؟ ما تبصش على كل اللي تحت منه ده، يبقى الخمسة مش هتتكتب، يرجع تاني بقت ان ب6، يكتبها طبعا، وبعدين يرجع تاني بقت ان ب7، فهقول له هنا بريك، ما تنفذش ده واطلع خالص، فهيقف عند هنا. يبقى ده نتيجة العملية دي. هديلك كده هومورك، اعمله واكتبه في التعليقات، سواء كان صح او غلط اكتبه وانا هراجع عليه، ولو نفذته يبقى انت كده فهمت معظم اجزاء الدروس اللي فاتت من اول الكورس لغاية دلوقتي. هو تاسك سهل جدا. عايزك يا سيدي تعمل لي اري جواها مجموعة الوان، 3 4 الوان زي ما انت عايز. يبقى احنا هنعمل اري اسمها colors. خد بالك، انت هتعرف متغير جديد اسمه colors، وتسند له قيمة عبارة عن اري جواها مجموعة الوان. وما تنساش ان الالوان هتبقى ايه، عشان هي string، فما تنساش تكتب الكوتيشن مارك دي، وبعدين تفصل ما بينهم بكوما، وبعدين تكتب بقية العناصر. انا مش عايز اغششك. هنعمل بقى لوب جوه الكالرز دي باستخدام فور اتش مثلا. فهتعمل لي فانكشن، اسمها شو كالر. والفانكشن دي بتدخل لها او بتمرر لها بارامتر عبارة عن لون. تمام، يعني هتمرر لها لون color مثلا. الفانكشن دي في الاخر هتدينا قيمة عبارة عن string بيقول لي selected color is، ما تنساش الconcatenation، وبعدين تكتب الcolor. تمام، يبقى المطلوب منك هتعرف متغير اسمه colors عبارة عن array، وتختار 3 أو 4 الوان، وبعدين هتنفذ فانكشن، هتعرف فانكشن جديدة اسمها show color. دي بتاخد color كمتغير، وفي الاخر بترجع لك جملة selected color is color، وهتعمل loop على لون كل لون هتنفذ فيه الفانكشن دي. يعني انا هستخدم مثلا for each او while او for اي حاجة انت عايزها، شوف ايه المناسب بالنسبة لك. مثلا for each color of colors هتنفذ مثلا الشو كولر ده، وتمرر له طبعا ايه الكولر زي ما انت عايزها. يعني مش في حاجات سقطتها في النص عشان مش عايز اغششك قوي. طيب ده تاسك 1. تاسك 2، انا عايزك تكتب لي الارقام الزوجية، يعني تعمل لي حلقة تكرارية. شوف بقى انت هتستخدم وايل ولا فور، شوف ايه الانسب بالنسبة لك. هتكتب لي الارقام الزوجية من 2 ل 10، يعني عايز الكتب قدامي 2 4 6 8 10. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، وما تنسوش تتابعوني على اليوتيوب قناة فريلر.
خلاص انت حفظت بقى اكيد فري ليرن على اليوتيوب، وصفحتي على الفيسبوك انج دوت ديبو. ابعت لي اضافة عشان ادخلك الشات بتاع الكورس انج ديبو، والصفحة هتزود عليها دوت اوفيشال. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.